الهواء ده شيء خطير بالمناسبة. خلونا نعيد الترحيب بالدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة. من سيسمح بدولة كردية على الأراضي السورية؟ أمريكا كالعادة فيها عندها المواقف اللي بتختلف من مكان لمكان، فهي ضد إقامة الدولة الكردية في العراق لكنها مع إقامة دولة كردية في سوريا. وبالتالي أمريكا بس اللي موافقة على ده، ولا أن هناك أطراف دولية أخرى من الوارد أنها ما تكونش لاعب رئيسي مباشر ولكنها عندها موافقة ضمنية؟ لا، هي أمريكا هي الأساس لعدة اعتبارات. أولا أمريكا بترى أن إقامة دولة كردية ده يعني هيحجم من النفوذ السوري، النفوذ الروسي في سوريا. يعني سوريا موحدة قوية هتبقى يعني ثقل بالنسبة للنفوذ الروسي، فهي بتحاول انها تنتزح يعني ولو الجزء الشمالي والجزء الجنوبي. خلي بال حضرتك ايضا الولايات المتحده مسيطره عليه بشكل او باخر، فهي اقتطعت الشمال والجنوب، فاضل المنطقه الوسطى، فهي تريد بشكل او باخر سيناريو تقسيم سوريا، وده من وجهه نظرها هيضعف المكاسب الروسيه في سوريا، وده هدف استراتيجي بالنسبة لها. بالإضافة إن هي هتقطع الكوريدور الإيراني بقدر الإمكان، إن هو الكوريدور الإيراني اللي هو طالع من إيران العراق سوريا فالبحر المتوسط، فده على الأقل هتبقى يعني حجمت أيضا خطط إيران في سوريا. بالإضافة لده أن إسرائيل هتبقى لو خدت الجزء الجنوبي ده بشكل أو بآخر يعني استقل أو كده، هتبقى إسرائيل كده حمت أيضا أمنها وحققت مطالبها، لأنها كانت دايما بتقول لا ما يبقاش في قوات إيرانية قريبة من الحدود مع إسرائيل عبر أو من خلال سوريا. فالحقيقة المستفيد الأساسي من هذا هو الولايات المتحدة وإسرائيل. طيب هنا يجي السؤال، إلى أي مدى روسيا مستعدة لعدم إقرار أو ظهور أو نشوء دولة كردية في سوريا؟ موقف روسيا الحقيقة حرج جدا، لأنها يعني تاريخيا وتقليديا كانت إلى حد كبير متفاهمة مع الأكراد، وكانت حتى الحزب اللي هو البي كي كي كان يعني مرحب به بشكل أو بآخر في روسيا، وبالتالي موقفها حرج. هي لا تريد استفزاز الأكراد لأن هي تريد أن يشاركوا في سوتشي وفي عملية التسوية وتلم الشمل السوري، لكن في نفس الوقت يعني في حدود، يعني هي يعني فكرة التقسيم سوريا هي ضد هذا التقسيم تماما، لكن روسيا شغالة باستراتيجية شوية تدريجية. يعني خلينا يعني نقضي على داعش، وهم فعلا أعلنوا في 6 ديسمبر القضاء تماما على داعش في المناطق السورية، طب خلينا ناخد نشوف إدلب، خلينا بعد كده نشوف الشمال نشوف الجنوب، يعني واخدة استراتيجية تدريجية اللي هي بنسميها الأطمة أطمة أو يعني الخطوة خطوة. الخطوة بالضبط، يعني بحيث ان هو في النهاية بمراحل تصل الى توحيد او اعادة توحيد الاراضي السورية. خلي بال حضرتك الاكراد في سوريا ما عندهمش مشكلة مع النظام السوري، يعني النظام السوري هو ما كانش عنده ابدا اي مشكلة مع الاكراد على مر تاريخه، بل بالعكس ده هو كان بيحتضن كمان الاكراد اللي هم من تركيا او من غيره، كان بيوفر لهم حاضنة قوية جدا في اراضي. ولا بعد اندلاع الازمة كان في مشكلة جذرية ولا في مشكلة بين النظام وبين الاكراد. يعني